طرزان مجلس إدارة النادي الأهلي أصدر بيان امبارح بالليل، وكنا أول من انفرد بخبر إقالة كارتيروز. كنا حلقتنا الساعة 11 وقلنا بعد ساعة من الآن هيتم إقالة الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة كارتيرون، وقلنا بعد قليل كمان تمام معايا أنتوا على الخط، وقلنا بعد قليل هيتم إقالة كارتيرون، وكنا أول من انفرد بهذا الخبر. قالكوا ممكن تحصل النهاردة، ممكن تحصل بعد ساعة، تحصل بكرة، ممكن تحصل بعد شهر، ممكن تحصل في أي وقت يعني. الخبر بتاعنا إن شاء الله بيكون أكيد عشان المصداقية بتاعت مشاهدينا اللي دايما متعودين يتفرجوا عليه. كمان ليندمان طبعا مدرب الأحمال، وأعلن مشي مع كارتيرون، وتم تعيين كابتن سيد عبد الحفيظ في منصب القائم بأعمال مدير الكرة، وكمان تعيين كابتن محمد يوسف مدير فني مؤقت لحين التعاقد مع جهاز فني جديد. من هنا بقى لغاية ما يتم إعلان عن مدير فني جديد هنسمع كلام كتير جدا، وهنقول مانويل جوزيه يعود مرة أخرى، ولا جاريدو هيرجع، ولا رينارد هيمسك، كلام كتير جدا. لكن كان في جلسة النهاردة ما بين كابتن سيد عبد الحفيظ ومانويل جوزيه، يعني عرفنا من مصادرنا داخل النادي الأهلي إن المدير الفني الجديد لن يسبق له العمل لا في الأهلي ولا في مصر قبل كده، وقد يكون الاستثناء الوحيد هو فييرا المدير الفني السابق لنادي الزمالك والمدير الفني الحالي للسد القطري، اللي دايما مع كل مناسبة بيطرح اسم فييرا لتدريب النادي الأهلي. وبنسبة كبيرة الكابتن عادل عبد الرحمن هيكون اللي هو المدير الفني السابق لاتحاد جدة، هيكون هو المدرب العام للنادي الأهلي. لكن خلينا أقول لكم إن أنا في اتصالات مع أحد المقربين لمانويل جوزيه، هو ماشي النهاردة الفجر. مانويل جوزيه ماشي النهاردة الفجر وهيرجع في شهر واحد. وأيضا من ضمن الترشيحات اللي دخلت كمان دياز المدير الفني السابق لاتحاد جدة، خاصة بعد ما ابنه ومساعده عمل النهاردة فولو لحساب النادي الأهلي، نفس السيناريو اللي اتكرر قبل كده. لكن النادي الأهلي محتاج إيه يا رزان؟ أنا بارح عملت الفولو للنادي الأهلي. لا والله؟ طب يبقى هتدربي النادي الأهلي. انا بحبكم جدا، اوعى تخلوني اعمل ايه بعد كل المصريين بيزعلوا مني. عايز اقول لك النادي الاهلي محتاج ايه. جماهير النادي الاهلي زعلانه جدا. النادي الاهلي محتاج قوه، النادي الاهلي محتاج قرار حازم. ايه شوفوها بالملعب. النادي الاهلي محتاج نفك شويه الفلوس. انا افتكرت قلت يعني الفلوس تطلع بقى. النادي الاهلي ده وقت الفلوس تطلع. بص يا مهيب، كل الناس محتاجه نفك لها شويه الفلوس. لا بجد والله انا بتكلم بجد. نادي الاهلي يا جماعه محتاج، نادي كبير وجمهوره كبير يعني، لان الصفقات مش ببلاش.